بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم اللقاء. إيانا وإياكم أجمعين. اللهم ألهمنا الصواب وعلمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم واجعل دروسنا هذه دروسا مستفيضة شائعة بين الطلاب والطالبات، واجعلها لهم دروسا مفيدة في مشارق الأرض ومغاربها، وجعلنا من أهل هذه الدروس. اللهم وعلمنا ما ينفعنا وينفع مستمعينا إلى يوم القيامة. هذا هو الدرس السادس عشر من كافية ابن الحاجب في علم النحو رحمه الله، ونبدأ بالتوابع. ويقول ابن الحاجب في تعريف التوابع: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. أي كل ثان يلتبس بإعراب سابقه. يعني التابع كل ثان، يعني كل معرب ثان بأعراب سابقه، ولكن يأخذ السابق واللاحق هذا الإعراب من جهة واحدة، ولذلك سمي بالتابع والمتبوع. فإذا قوله كل ثان يشمل التوابع، ويشمل خبر المبتدأ، ويشمل كل ما أصله خبر، كخبر باب كان وخبر باب إن، ويشمل الحال وثاني مفعولي أعطيت وظننت. ولكن قوله بإعراب سابقه يخرج كل ما ذكرناه إلا الخبر وثاني المفعولين والحال والتمييز عن المنصوب. وقوله من جهة واحدة يخرج هذه الأشياء أيضا، لأن ارتفاع الخبر من جهة كونه، لأن ارتفاع المبتدأ من جهة كونه مبتدأ، وارتفاع الخبر من جهة أخرى وهي كونه خبرا. يعني الخبر والمبتدأ مرفوعان بعاملين معنويين مختلفين داخل كل كلمة. فإذا من جهة واحدة يختص، يعني هذا القول يختص بالتوابع وحدها. واضح الآن؟ ومن التوابع الذي نتكلم عنه النعت. ما معنى النعت أو ما تعريف النعت؟ النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا. نعت دعا كوتيك دلالتك لسر معنايك لمتبوعك يا بمطلقي. معناي شي مطلقي، قصد به إخراج الحال في نحو ضربت زيدا مجردا. ضربت زيدا مجردا، فإن مجردا دال على معنى في زيد، لكن لا مطلقا بل مقيدا بحال الضرب. يعني التجريد في زيد ليس مطلقا، ليس زيد كل حال مجردا، وإنما هو في حال الضرب، موصوف بحال الضرب، بحال الضرب فقط. يعني الضارب استغل الفرصة ورأى زيدا مجردا
عن كل وسيلة أو مجردا عن ثيابه مثلا فضربه في هذه الحال. مجرد عن عشيرته. بلى بلى. إذن النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا. ما فائدة النعت؟ فائدة النعت إما تخصيص أو توضيح. تخصيص في النكرات جاءني رجل عالم، فقوله رجل عام لكل الرجال. إذا قلنا رجل عالم اختص بالعلم فنتكلم عن كل الرجل الذي درس سواء كان عالما أو جاهلا أو جاهلا بل أو لديه علم. ولكن إذا قلنا جاءني رجل عالم فقد خصصنا الرجل فإذا فائدته تخصيص في النكرات وتوضيح في المعارف. جاءني زيد العالم، فميز الزيد عن الزيود الأخرى الجاهلي. وقد يكون لمجرد الذم أو الثناء. واضح؟ نعم. معنى الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان معروف. نعم. الرجيم ذمه. معنى من مثال الثناء بسم الله الرحمن الرحيم والله أعرف المعارف. أو التأكيد، يعني يفيد التأكيد. نحو نفخة واحدة، عندي جعله مضافا مضافا إليه نحو نفخة واحدة، والواقع نحو نفخة واحدة لأن الآية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة واحدة. وكذلك من التوكيد إلهين اثنين. إلهين اثنين، هذا هم للتأكيد أيضا. أنواع النعت. ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره، يعني لا فرق. لا فرق بين أن يكون النعت من المشتقات أو من الجوامد، إذا كان بشرط أن يكون وضعه لغرض المعنى عموما وضعا عموما. نحو تميمي وذي مال، فأنا أقول عندي زيد تميمي، رجل قرضاوي. فإذا التميمي هذا يفيد الوصف العام يعني في جميع الأحوال زيد هو منسوب إلى التميمي، فالتميمي صار وصفا يعني المنسوب إلى التميمي صار وصفا لزيد. عندي تميمي، عندي ذو مال، عندي ذو مال. فمسألة المال والنسبة إلى المال فهذا عام في جميع الأحوال للرجل الذي عندي، عندي رجل ذو مال. أو يفيد ذلك خصوصا. خصوصا ما معنى خصوصا؟ يعني في بعض المواضع مثلا مررت برجل، أي رجل، فكلمة أي رجل هذا يفيد الوصف خصوصا، يعني أي رجل أي مضافا إلى نكرة يكون وصفا لرجل الذي هو اسم الجنس، ويكون وصفا لاسم الإشارة. مررت بهذا الرجل، فاسم الجنس الرجل المعرف باللام يكون وصفا لهذا. لماذا يكون وصفا لهذا وهو اسم جنس غير عالم؟ يعني فمعنى ذلك هذا من أسماء الإشارة مبهمة، أسماء الإشارة مبهمة، ويكتسب نوعا من التعريف والوضوح بقولك الرجل، بهذا الرجل. ومن الموضوع للدلالة على معنى في متبوعه خصوصا هذا عبارة الرضي على ما قاله المصنف، أي واسم الإشارة في نحو مررت برجل، أي رجل، أي رجل. فإذا وبزيد هذا، فأي إنما تقع صفة للنكرة فقط،
أيو تقع صفة للنكر، مررت برجل أي رجل، أيو مضافا إلى اسم الجنس بشرط قصدك للمدح. يعني يا أبو منتفرين بلايا باش برام. واسم الإشارة وقع وصف يقع وصفا للعالم، مررت بهذا الرجل. ها هذا مو علم، مررت بها بزيد هذا. نعم معنا مررت بهذا الرجل، بهذا الرجل، الرجل بهذا الرجل، الرجل صفة لهذا وهو اسم الإشارة، بزيد هذا واسم الإشارة يقع صفة للعلم، للعلم مررت بزيد هذا. نعم. هذا فاسم الإشارة يوضح لك زيدا. نعم. فإذا يقع صفة أيضا. لماذا يكون في هذه الأمثلة خصوصا يعني أي رجل، أي مضافا إلى اسم الجنس أو الاسم الجنس فيها بهذا الرجل، لا يكون صفة في جميع الأحوال ومع جميع المعارف، وإنما يكون صفة مع اسم الإشارة، وهذا اسم الإشارة يكون صفة للعلم مثلا، أما مع المعارف الأخرى لا يكون صفة. فإذا يقول خصوصا. النعت الحقيقي والسببي. النعت الحقيقي والسببي ينقسم إلى قسمين، إما حقيقي أو سببي. هو توصف بحال الموصوف وبحال المتعلقه. نحن مررت برجل، إذا قلنا مررت برجل حسن فقط وقفنا هنا، هذا يكون بحال الموصوف، أن الرجل هو الحسن. ولا إذا قلنا مررت برجل حسن غلامه، فيكون موصوفا بحال متعلقه. فالأول الموصوف بحاله يتبعه في الإعراب الثلاثة، وفي التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. أما الثاني الذي يكون وصفا لحال متعلقه فيتبعه في الخمسة الأول فقط، يعني في الإعراب الثلاثة وفي التعريف والتنكير فقط. وفي البواقي يكون كالفعل، الصفة يكون كالفعل. مثلا في الفعل أنا أقول جاءني رجل، فالفعل مفرد. جاءني رجلان، فالفعل مفرد. جاءني رجال، فالفعل مفرد. لا أقول جاءوني رجال إلا على مذهب أكلون البراغيث، هذا مذهب شاذ. فإذا في الخمسة الباقية إذا كان الوصف بحال متعلقه في الخمسة الباقية كالفعل، الوصف يكون كالفعل، يعني لا يثنى ولا يجمع. ومن ثم حسن، حسن قام رجل قاعد غلمان، قاعد صفة. صفة في الإعراب يكون صفة لرجل في الإعراب. أنا من أعرب الجملة، من في حالة إعراب الجملة أقول قام فعل ماضي، رجل فاعل، قاعد صفة لرجل. ولكن في المعنى في الحقيقة قاعد صفة لغلمانه في الحقيقة. إذا أعربنا ظاهرا فإذا لابد أن نقول، أن نقول قاعدون غلمانه، لا نقول قاعد غلمانه، كما نقول قعد الرجال، قعد الغلمان. وضعف قاعدون غلمانه إلا على مذهب أكلون البراغيث، وهو مذهب شاذ. ولكن يجوز قعود غلمانه. لماذا؟ لأن جمع التكسيري في حكم المفرد، ولأن الفعل لا يكسر، لا يجمع جمع تكسير، الفعل لا يجمع جمع تكسير. فإذا كان الاسم مكسرا، يعني فإذا كان الاسم مجموعا بجمع التكسير، فقد ضعف اشتباهه مع الفعل، فضعفت مشابهته للفعل. فإذا ضعفت مشابهته للفعل، هذا تقرير الشيخ الرضي،
فإذا ضعفت مشابهته للفعل فإذا يجوز قعود غلمانه، لكن ليس حسنا، يجوز لا على ضعف، لا هو حسن ولا هو ضعيف، يجوز ليس جميلا، لا لا هو حسن ولا هو ضعيف في المرحلة الوسطى، ويجوز قعود غلمانه. ما لا يقع نعتا ولا منعوتا، الضمير يا المضمر لا يوصف ولا يوصف به، المضمر لا يوصف لأن الضمير من أعرف المعارف، فبماذا تصفه؟ هو من أعرف المعارف فلا يحتاج إلى أن تصفه وتنعته، ولا يوصف به، يعني الضمير لا يكون وصفا لغيره لأنه من أعرف المعارف، والموصوف لا بد أن يكون أخص أو مساويا، فليس هناك معرفة أخص من الضمير، فإذا الضمير لا يوصف بشيء آخر ولا يوصف به شيء آخر، ومن ثم لأن الموصوفين لا بد أن يكون أخص أو مساويا، ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله، يعني إذا كان اسم معرفا باللام لا يوصف إلا باسم معرف باللام ليكون مساويا له، ومن ثم لا يوصف ذو اللام إلا بمثله إلا بما فيه لام تعريف أو بالمضاف إلى مثله. فمثال المضاف إلى مثله هنا قد المعرف باللام ولو بالوصف، مررت بالرجل صاحب الفرس، مررت بالفرس صاحب الفرس، صاحب الفرس لا بد أن يكون معرفا باللام، صاحب للفرس هذا جار ومجرور مو معرف باللام. مررت بالرجل صاحب الفرس يعني صاحب الفرس. لكن يا شيخ لدي سؤال، برجل صاحب الفرس هو مضاف للمعرف بالله، اي هنا معرف باللام لكن لا من تقديرية، صاحب للفرس مو لام تقديرية، هو لام ما علينا بالجار المجهول، هو مقدر، هو الآن معرف باللام، إذا قلت صاحب للفرس غير معرف بالله، نعم مو معرف باللام، جار ومجرور، فهمت، لا بد أن يكون الوصف معرفا باللام أو يكون مضافا إلى المعرف باللام، نعم مررت بالرجل صاحب الفرس، وإنما التزم وصف هذا بذي اللام للإبهام، يعني هذا يقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وأن يقال يلزم مما ذكرتم أن يجوز وصف أسماء الإشارة بالاسم المضاف إلى الاسم المعرف بلام التعريف، أسماء الإشارة معرف زين، فلا بد أن يوصف بالاسم المضاف إلى المعرف بالله، لأنه في مصافه في درجته من ناحية المعرفة، ولكن غير جائز ذلك، لماذا لا يجوز؟ فإذا نقضنا كلامكم، يقول لا، وإنما ألتزم في باب النحو وعند النحاة وصف باب هذا يعني أسماء الإشارة بذي اللام، لماذا؟ للإبهام، لأنها أسماء الإشارة وإن كان من المعارف لكنها مبهمة، هذا مبهم، وإنما جعله معرفة، الإشارة جعلته معرفة، فإذن وإنما ألتزم وصف باب هذا عند النحاة بذي اللام للإبهام، ومن ثم ضعف بما مررت بهذا الأبيض، ضعف لماذا؟ لأنه لم يوضح لنا هذا، الأبيض كلمة عامة يشمل كل الأجناس، مررت بهذا الأبيض غير حسن، ضعف، ولكن ولو هنا مررت بهذا الأبيض هو معرف بالمعرف بالله، هو موصوف بالمعرف بالله، ولكن لم يفد التعريف، لم يفد الإيضاح الكامل،
ولكن مررت بهذا العالم موصوف بذلام وأفاد التوضيح الكامل. إذن هذا حسن، أما مررت بهذا الأبيض غير حسن. العطف، لا العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه. استمر. العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه. التابع والمتبوع مقصود بالنسبة، بالنسبة إلى الفعل، لا يعني إلى الوصف، إلى الحكم. أنت تقول جاء زيد وعمر، الحكم زيد المعطوف عليه، محكوم عليه بالمجيء، بالمجيء بالمجيء، بلي بلي. تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه، ويتوسط بينه وبين متبوعه، يعني المعطوف عليه. يتوسط إيش؟ يتوسط أحد الحروف العشرة. أحد الحروف العشرة، وسيأتي مثل، وسيأتي يعني ستأتي الحروف العشرة. المثال: قام زيد وعمر. فزيد محكوم عليه بالقيام، وعمر كذلك محكوم عليه بالقيام. وإذا عطف على على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل. فلا يجوز أن تقول ضربت وزيد، لا يجوز ذلك، لابد أن تؤكده بمنفصل ليجد حرف العطف مكانا فارغا يعطف عليه. إذا قلت أنا ضربت وزيد، أين محل واو العطف؟ واو العطف لا يجوز أن يدخل بين الضمير المتصل والفعل. لابد أن أقول ضربت أنا وزيد، أنا وزيد، إلا أن يقع فصل. إذا وقع فصل بكلمة أخرى فيجوز العطف ولو لم يؤكد الضمير. فمثل ضربت اليوم وزيد، لأنه صار فصل بين ضربت وبين وزيد. سبب اليوم صار فصل. صار فصل بين الزيت. فإذا يجوز عطف الواو إلى البين المفصول بينهما. وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض، يعني الجار. واضح؟ نحو مررت بك وبزيد. لابد، لا يجوز مررت بك وزيد. بك وبزيد. والمعطوف في حكم المعطوف عليه. المعطوف يأخذ نفس حكم المعطوف عليه. ومن ثم لم يجوز في ما زيد بقائم، يا ما زيد قائما، إذا جعلناه مثالين مثلا، ولا ذاهب عمر إلا الرفع. لا يجوز أن أقول ما زيد بقائم ولا ذاهب عمر، ما زيد قائما ولا ذاهبا عمر، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن ذاهب خبر مقدم وعمر مبتدأ مؤخر، والعطف لا يؤثر على الخبر المقدم، لا يعمل في الخبر المقدم. فإذا لابد أن يكون من عطف الجملة على الجملة، لا من عطف الكلمة على الكلمة. فإذا لا يجوز ما زيد بقائم ولا ذاهب عمر، ولا ذاهب عمر، إلا الرفع. جيد. هنا يأتي سؤال: العلة، أي رفع ذاهب، على أنه خبر لقوله عمر وهو مبتدأ، ويكون عطف جملة على جملة، ولا يجوز النصب والجر بالعطف على معمولي عامل، أي بعطف ذاهب على قائم. أن تقول ذاهب تعطفه على قائم، وعطف عمر على زيد. تقول ما زيد بقائم ولا ذاهب عمر، تعطف ذاهب على قائم وتعطف عمر على زيد، لا يجوز ذلك بعطف عاملين على عاملين، بعطف الكلمتين على العاملين السابقين. لماذا؟
لامتناع عمل في الخبر المقدم، يعني لامتناع عمل العاطفي في الخبر المقدم ولعدم وجود ضمير في ذاهب يرجع إلى زيد، إلى العامل السابق، يعني لا إلى زيد. لماذا جاز إنما الذي يطير فيغضب زيد الذباب؟ وهذا المثال لماذا جاز؟ هذا جواب عن سؤال مقدر. اقرأه. يقرأ. أن يقال بل يلزم مما ذكرتم أن يمتنع أن يقال الذي يطير فيغضب زيد الذباب. لأن قولنا فيغضب زيد معطوف على يطير. الذي هو صلة الذي، وليس فيه ضمير، مع عدم الضمير. ووجود ضمير في يطير لكونه صلة الذي. وجوابه إنا لا نسلم أنه يمتنع أن يقال الذي يطير فيغضب زيد الذباب، لأنه إما إنما يمتنع لو كان الفاء للعطف المحض، لكنه ليس كذلك للعطف والسببية، لكونه للسببية أيضا. فإذا لماذا هذا المثال وهذا العطف جائز؟ الذي يطير أويك هلف رقي زيد هلسينتيا الذباب ميشكيا بو، لأنه فيه فيغضب فاء السببية مع أنه فاء العطف، مع أنه فاء العطف يفيد السببية، لكنه ليس للعطف والسببية في موقع الضمير، يعني السببية تفيد كأنها ضمير. لأنها فاء السببية، وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز. هذا موضوع آخر. وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجوز، يعني إذا كان العطف على عاملين مختلفين ليس عامل. فرمي وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجوز، خلافا للفراء. لا يفراء بمطلقي دروسه، يعني إذا كان العطف على عاملين مختلفين إلا في نحو في الدار زيد والحجرة عمرو. هذا شيء سماعي، يعني سمع من العرب ذلك، ويجوز ذلك سماعا خلافا للسيبويه. نموني عاملين مختلفين نحو إن زيدا ضرب عمرا وبكرا خالدا. إن زيدا ضرب زيدا معمول إن، عمرا معمول ضربه، إن زيدا ضرب عمرا وبكرا خالدا، يعني الواو العاطفة قد عطف بكرا خالدا على عاملين مختلفين. العامل الأول يعني فالتقدير وإن بكرا ضرب خالدا، يعني وفي بكرا خالدا عاملان مقدران، وجعلنا الواو قد عطف الجملتين على جملتين وعاملين على وعطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين. ففي الكلام حذف، يعني إذا عطف على عاملين مختلفين فيه حذف، يعني إذا عطف على معمولي عاملين مختلفين. على معمولي، الرضي رضي الله عنه يقول في الكلام حذف، في الكلام حذف، يعني إذا عطف على معمولي عاملين مختلفين. فإذا إن زيدا ضرب عمرا وبكرا خالدا، يعني وضرب وإن بكرا ضرب خالدا، قد الواو قد عطف جملتين على معمولي عاملين مختلفين، هذا لا يجوز. أما عطف المعمولين على معمولي عامل واحد فلا بأس به، نحو ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا، لاحظ ضرب عامل، زيد فاعله، عمرا مفعوله، فالمعمولان لعامل واحد. فإذا جاز ضرب زيد عمرا وبكر خالدا، هذا جائز بالاتفاق، وذلك لأن حرف العطف
لماذا لا يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين؟ لأن حرف العطف لا يقوى أن يكون كالعاملين، وضعيف لا يقوى أن يكون كالعاملين. هذا شرح الرضي مختصرا. فإذا لماذا يجوز نحو في الدار زيد والحجرة عمرو؟ في الدار زيد، في الدار زيد، الدار معمول فيه، زيد معمول العامل المعنوي. لماذا يجوز ذلك؟ يقول هذا مسموع من العرب، مسموع من العرب، فإنه جائز، وهو المذهب الأعلم وغيره من البصريين المتأخرين، وهو الذي اختاره المصنف. وإنما جاز العطف في هذه الصور، في هذا الصور، لأنه مسموع عربي، خلافا للسيبويه. أما عند السيبويه فإنه منعه مطلقا حتى في هذا المثال. التأكيد، ومن التوابع التأكيد، تابع يقرر أمر المتبوع في نفسه، عفوا في النسبة أو الشمول، في النسبة أو الشمول، ربما يكون الجهل في النسبة أو الجهل في الشمول، فهو يوضح ويقرر لنا ذلك. وفي الأمثلة يتبين لك النسبة والشمول. أنواع التأكيد إما لفظي وإما معنوي. فاللفظي تكرير اللفظ الأول، ويكون في الألفاظ كلها. جاءني زيد، زيد جاءني، جاءني زيد في الدار، زيد في الدار، في الدار، في الدار، في الدار، زيد. والتوكيد قلنا يكون في جميع الألفاظ. أما التوكيد المعنوي فألفاظه محصورة، وهي نفسه، عينه، كلاهما، كله، أجمع، اكتعب، إلى آخره. فالأول نفسه وعينه يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما، يعمان كل شيء، المفرد والتثنية والجمع، ونغير الصيغة ونغير الضمير. نغير الصيغة والضمير. الصيغة نفسه أنفسه، الضمير نفسه نفسها نفسهما، إلى آخره. والثاني كلا وكلتا للمثنى، تقول كلاهما وكلتاهما. والباقي لغير المثنى، أكتع أجمع لغير المثنى، إلى آخره. أجمع جمعاء جمعون، ما يؤكد بكل وأجمع، ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا. هناك مثلا قوم، أكرمت القوم كلهم، يجوز افتراقهم حسا. يا أكرمت القوم نصفهم، لكن اشتريت العبد كله، العبد لا يجزأ ولا يقطع بالنسبة لأعضائه، ولكن يقطع بالنسبة قطعا حكميا. يعني يجوز أن يشتري رجلان عبدا واحدا، بخلاف جاء زيد كله غير جائز لأنه حر. بس بقي عندنا يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. ما معنى ذلك؟ ماذا يا شيخ؟ في النسبة أو الشمول، ما معنى النسبة؟ على أي حاشية عندك؟ لا أعرف ماذا تقول. شنو الفرق بين، ما هو الفرق بين النسبة والشمول؟ في البداية، في البداية، في النسبة أو الشمول، النسبة نسبة، نسبة الحكم إلى المتبوع. إيه؟ أو الشمول، أي شمول نسبة الفعل إلى المتبوع. فقد شرحها هكذا. يقول الشمول مثل مثل جاءنا القوم كلهم، فإن كلهم وإن لم يقرر أمر المتبوع في النسبة لكن يقرر أمر المتبوع في الشمول. هذا واضح. قوله تابع يشمل جميع التوابع.
فقوله في النسبية خرج به النعت وعطف البيان، لأنهما وإن كانا يقرران أمر المتبوع لكنهما لا يقرران أمر المتبوع في النسبة بل في تعيين ذاتهما. جاءني زيد نفسه. النسبة ربما أنا أقول جاءني زيد، جاءني زيد، ولكن لا أقصد به زيدا، وإنما أقصد به غلامه. نعم. أو رسالته، جاءني زيد يعني مكتوب زيد. نعم. ولكن إذا قلت جاءني زيد نفسه لا غموض فيه، فإذا نسبت الحكم إلى نفس زيد في النسبة أو الشمول. نعم. الشمول في ألفاظ كلاهما وكلتاهما وكله وأجمع إلى آخره. نعم. والصيغ البواقي أجمع أجمع جمع إلى آخره. نعم. أو لغير المثنى باختلاف الضمير. نعم. في كله، للمذكر كله، للمؤنث كلها، كلهم، كلهن إلى آخره. ولا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما. حسا مثل أكرمت القوم كلهم، حكما اشتريت العبد كله. بخلاف جاء زيد، لأن زيد لا يجزأ، زيد الحر. وإذا أكد بضمير، وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل. الضمير المتصل إذا أكد بالنفس والعين أكد بمنفصل، مثل ضربت أنت نفسك. لا ضربت نفسك، لابد أن تؤكده بمنفصل ثم تؤكده بنفسك. وأكتع وأخواه أتباع لأجمع. هذه الألفاظ أتباع فلا تتقدم عليه، لابد أن تتأخر هذه الألفاظ عن أجمع كأنها ملحقات له أو معينات له، وذكرها دونه ضعيف، ضعيف في اللغة يعني. البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه، يعني المبدل منه لا يقصد، إنما القصد هو البدل، هو البدل، هو البدل. المتبوع يذكر توطئة للبدل. نعم. وتمهيدا للبدل. ينقسم إلى أربعة أقسام: بدل الكل، بعض، اشتمال، غلط. فالأول مدلوله مدلول الأول، جاءني زيد مدلوله مدلول الأول، بدل الكل، أكلت الرغيف كله، هذا بدل الكل. البعض أكلت الرغيف نصفه. اشتمال زيدا رأسه، هذا بعض صحيح. اشتمال أعجبني زيد علمه، 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 لباسه، ثيابه. نعم. غلط جاءني زيد حمار. واضح؟ نعم. فالأول مدلوله مدلول الأول بل، والثاني جزءه، والثالث بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما، يعني لا بالجزئية ولا بالكلية، تعلق به لا بغيرهما، يعني لا بالجزئية ولا بالكلية، بشيء آخر كالملابسة. والرابع أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، يعني أنت لا تقصد الزيد بل تقصد الحمار، لكن سألت قوله. ويكونان معرفتين، يعني البدل المبدل منه يكونان معرفتين، جاءني زيد إيه؟ جاءني زيد نفسه، يعني نفسه، جاءني زيد نفسه، وهذا تأكيد ليس بدلا. كلت الرغيف كله، الأبدال الأربع إذ كان معرفتين، زيد أخوك، جاء أكلت الرغيف كله، زيد جاءني رأسه، زيد علمه، بل زيد الحمار، فيكون بل. مثال الأبدال الأربعة إذا كان نكرتين، رجل غلام لزيد، جاءني رجل غلام لزيد، رجل،
رجل غلام لزيد. غلام لزيد بل إيه. إذ جاء رجل رأس له. جاء رجل رأس له. ها؟ جاء رجل رأس له. رأس له. هذا بدل البعض. من كل. إيه. رجل علم علم له. لا أقول جد. يعني شيء علم له. رجل علم له. يعني علمك يا غلام. إيه. رجل حمار له. إيه. ومثالها إذا كان المبدل مبدل منه نكرة والبدل معرفة رجل رجل غلام زيد رجل غلام زيد غلام زيد. إذا كان النكرتين. إذا كان المبدل منه نكرة والبدل معرفة. إيه. رجل غلام زيد. بله. إذا كان المبدل منه معرفة والبدل نكرة أويا. إذا كان المبدل منه نكرة والبدل معرفة. إيه. رجل غلام زيد. نعم. رجل غلام زيد. بله. رجل رأسه. رأسه. بله. رجل علمه. بله. رجل حماره. إذا كان المبدل منه معرفة والبدل نكرة. زيد غلام له. بل جاءني زيد غلام له. زيد رأس له. بل زيد علم له. زيد حمار له. وإذا كان نكرة من معرفة. إذا كان البدل نكرة والمبدل منه معرفة فلا بد من النعت. لا بد أن يكون المبدل منعوتا. نعم. أو البدل منعوتا. مثل بالناصية. نسفعا بالناصية ناصية كاذبة. ويكونان البدل والمبدل منه ظاهرين ومضمرين ومختلفين. يعني ثلاث حالات. البدل والمبدل منه يكونان ظاهرين ويكونان مضمرين. ويكون البدل منه ظاهرا والبدل مضمرا. ويكونان بالعكس. فهذه أربعة أقسام. والبدل أيضا أربعة. فيكون المجموع 16 وهو حاصل من ضرب أربعة في أربعة. مثال الأبدال الأربعة في إبدال الظاهر من الظاهر. زيد أخوك. زيد إلى آخره. هذا طويل. يعني المجموع 16 مثالا. ولا يبدل ظاهر من مضمر. إذا كان المبدل منه ضميرا والبدل ظاهرا وقد أبدلنا منه بدل الكل من الكل. لا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب. إلا في حالة الغياب. نحو ضربت مررت بي المسكين وبك زيد. مررت بي المسكين. مرة نرى إلى من كدو. مررت مررت. فالمي ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل. عليه بدل كل. جالي راشر حاشيش جواني لسر أخسن سي ولايمن. كالي بدل الكل. عليه بوي بدل الكل ناقنجي ظاهر لبري مضمر دابن ري. بو. عليه وإنما يبدل لألا يصير المقصود أنقص دلالة من غير المقصود. وإنما يبدلون يا زاهر. وإنما لا يبدل. وإن مقصودك دلالتك امتنب إلى غير مقصودك مع اتحاد ما صدق عليه. لكون ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف بخلاف الغائب. غائب أعرف المعارف نية. وبخلاف غير بدل الكل من الإبدال لعدم الاتحاد. وإفادة البدل مما لم يفده المبدل نحو ضرب ضربتني من رأسي في بدل البعض. وخدمتني علمي في بدل الاشتمال. أتيتني غلامي في بدل الغلط. بلام لا غائب أكنجه. ضربته زيدا. ضربته زيدا تنت معنى أدا. ضربته اليمدا كيا زيدا كزيدا. أو ظاهر لشوني مضمر دانشتوه مفيد معنى توابي شو بدل الكل شا بدل السلة بدل آلي را لغائب بدل السلة باقي حالتك عن ترى دروزنية يعني سر آخر برقة لتوابع كعطف البيان. عطف البيان في ناسك تابع غير صفة.
تابعة صفة جنية آخر الواقع عطف البيان وصفة زور تيكالبن تيكالبن بلا ملا صفة نية أي شيء تيا يوضح متبوعه أي شيء أوي متبوعك غموضة تيكوت أمروني أكاتو أقسم بالله أبو حفص أمر هوانية لا يقسم بالله أبو حفص نزان لا شيء كوترا عمر بياني كر أبو حفص كشيء شلون جاء كيتو ولا بدل عفو عطف بيان وبدل اشتباها مدروس به شلون جاء كيتو ولا هندي كاتا بزقي ديارك أما عطف بيان بدلني ناقن جي بدل به لا معنى الرونة لا معنى بدل بدل مبدل منه بوجع كريتو مبدل منه مقصود نية بدل مقصودة لا معنى بلام لا عطف بيان هل جان مقصودة هل جان مقصودة بس توم متبوعك الرونة بتابعك الروني أكيتو بعطف بيانك الروني أكيتو يعني هل جان مقصودة أما لا معنى فرق كيان رونة بدل عطف بيان بس جارجان للفظة إشكال والتباس ينبدلو سبيه ألا باكم للفظة جارجان لهندي مسائلة بزقي ديارك عطف بيانا بدلني وكو أمنمونا أنا ابن التارك البكري بشرين من كري أو بياوم كبكري لو دشتا جيلا ببني بريناري بكري كيبو كناوي بشربو أما هذا بعطف بيان يبو تنشي أقرب لي أن أقرب لي بدلا أبي دروس بيبلين أنا ابن التارك بشرين يخو دروس جنية أنا ابن التارك بشرين وكو الضارب زيدن إليه يموت من الضارب زيدن لإضافة لفظية يدروس نية تنشي إفادي هج نادا بدسو نإفادي معنوي داوة نتخفيف لفظي داوة دي ما دام أميش خوي أجر بدل لحكم مبدل من هو أبي دروز بيبلين أنا ابن التارك بشرين أجر بلين أما بدلة نعم يدروز بيبلين أنا ابن التارك بشرين معناه واي بدلني أطفى بيانا باش برام ليرى عليه تمامه تمام أم الشعر أويا عليه الطير ترقبه وقوعا بالندو دالو أمانة دعلا كان بسر سري وصورة خون أولين ما وجاني درشي جاني درشي دعا بزن سري وإي خون واتوابري ناري كدوا لي دعوة خليك جانا دا بعلم دكان هاتونة السري دعال ومشتانا هاتونة السري بو جاني درشي وبيخون أي جاء أمكابرا أخوي على كيشي على من كوري أو بياهم بكري آوا جيلا لو دشتا ونبري ناري كدبو جيلا لسر مردن بو دي أمل يرى أقنجي عطف بيان به نا أقنجي بدل به معناه يواي وفصله من البدل لفظا في مثل أنا ابن التارك البكري بشرين هذا المراد بقوله في مثل ما في مثل كل ما كان فيه عطف بيان من المعرف باللام عطف بيانك معرف بلام به بله يعني عطف بيانك عطف بيان بلا معرب بلام الذي أضيف إليه الصفة التارك البكري صفة إضافة كراوة بولاي المعرفة باللام نحو الضارب الرجل زيدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين إذا تقريبا نيوما أنت يا بران إن شاء الله.